الصادق الروح بالدم نفيك يا محال الروح بالدم نفيك يا محال الروح بالدم نفيك يا محال لنا حياة خليفة. جئنا من جديد لنعبر عن مطالبنا، جئنا لنرفض الظلم، جئنا لنؤكد أننا لن نقبل بسجن الرموز ولا بإغلاق مجلسنا العلمائي. جئنا لنقول أننا نصر على حكومة منتخبة وعلى مجلس كامل الصلاحيات. جئنا لنقول أننا لا نريد حكومة فاسدة ولا نريد حكومة معينة. هذا هو شعب البحرين في كل مرحلة وفي كل منعطف يؤكد على مطالبه بقوة وعزيمة وصلابة. أردنا أن نثبت للعالم أننا على الحق سائرون، أننا للديمقراطية راغبون، أننا للحق ذاهبون. لن نتنازل ولن نركع إلا لله سبحانه وتعالى.